FM. الكلمة ليك. هو كانه نقص مأساة شعب والله العزيز بني. زادت عليه مأساة هالحرب الحوثية السنية. أبارمو ظاهرين حرب حوثية سنية. لكن الحوثيين تحالف معها مشكور أكزنس علي عبد الله صالح اللي كان دكتاتور اليمن، كانوا بن علي مشى تحالف مع داعش توا، معناها شكشوكة في اليمن حاجة. ومن غير مشيرة الأخرى الرئيس هادي اللي كان نائب الرئيس علي عبد الله صالح، ينساو الناس وهو من أصيل عدن، كان هو نائب رئيس الجمهورية اللي أعطاه علي عبد الله صالح رئاسة الجمهورية باتفاق ضمني فيه برشا فلوس مع دول مجلس التعاون الخليجي يعني، وتقلب عليه بحيث. لكن النتيجة هي أن الشعب اليمني المسكين اللي جيعان هو اللي يعاني في الخير. تم صورة جبدنا عليها توا، صورة تعيسة جدا من اللي تصور النقمة والحقد اللي بين الطرفين هذوما في النزاع اليمني، هذوما جماعة الحوثيين والسنة. واحد عمره 25 سنة ساقه مقصوصة وينقز على ساق واحدة وفي يده الكلاشنيكوف وهو يضرب. شوف النقمة على الحياة والنقمة على أخوه اليمني، معناها حاجة تعيسة جدا. هذا عدا مخيمات الأطفال اللي قاعدين يموتوا بالجوع ويموتوا بالمرض، عشرات الآلاف من الأطفال اللي ما عادش عندهم وين يتخباوا، ما عادش عندهم كاس حليب، والمعونات كلها مقصوصة، الطرقات مقطوعة، بحيث آن الأوان لحل سلمي سياسي بين الطرفين. خلينا نكملوا هالمأساة اليمنية على أقرب وقت إن شاء الله. هاوك علاش اليوم تناول لها الأخبار هذه؟ لأنه فما خرق لوقف إطلاق النار في اليمن أكثر من مرة، والتحالف يحذر من انهيار الهدنة. هذا كان ساق مخصوصة، هذا كان ساق مخصوصة ما زال يطلق في النار. الكلمة ليك.